تستقر. فجميع الخطوط اعتقد استقرار ما عدا خط الدفاع نوعا ما النصر، ولكن فنيا جميع الخطوط اعتقد الاتحاد فنيا، اتكلم فنيا ولكن منه كفه ارجح هذا موضوع ثاني، ولكن اتكلم فنيا كعناصر فنيه الاتحاد هو اللي متميز وله الغلبه. طيب في حدود 30 ثانيه لكل واحد يعني، لان وقتنا شارف على الانتهاء. الزميل يوسف، فنيا النصر افضل، خاصه اذا ما ظهر محمد السهلاوي، احمد الفريدي، ابراهيم غالب، هذا الثلاثي بمستوياتهم المعهوده في مثل هذه النهائيات سيكون الحسم للنصر. قضيه الروح التي تتغنى فيها المدرج الاتحادي، روح الاتحاد لا تظهر الا امام الهلال فقط. طيب علي، الحقيقة الاتحاد يتميز فيه ميزة صراحة اللي هو القوة الهجومية، وأيضا المحترفين الأربعة محترفين يعني.